مساء الخير. خلينا في بداية اجتماعنا نحني قلوبنا قدام الرب في صلوات شخصية. عد قلبك للدخول لمحضره. جايين نسلم الكل يا رب بين ايديك. جايين بثقة ندخل إلى قدس الأقداس. جايين النهاردة بثقة عايزين نعاين يسوع. ادي عينينا النهاردة أنها تتفتح وترى ملك الملوك ورب الأرباب. ادي الواحد واحد فينا النهاردة مقابلة خاصة مع شخصك. ادينا النهاردة ان احنا نسجد امامك بالروح وبالحق. نقدم ذبيحة تسبيحنا ثمر شفاء معترفة باسمك. ذبيحة لائقة بيك. فيلذ له نشيدي وانا افرح بالرب. هللويا. خلينا نقف مع بعض في بداية اجتماعنا. خلينا نقرأ مع بعض من عبرانيين اصحاح 10 وعدد 19. اعداد قليلة. فإذ أنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسلة أجسادنا بماء نقي لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. خلينا نقولها كمان مرة. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومختسلة أجسادنا بماء نقي لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. بنبارك اسمك يا رب. هاليلويا. بثقة أتقدم أمام عرش النعمة أسجد في محضرك هاليلويا
يسوع نرفع اسمك فوق كل فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع. نبارك اسمك نباركك يا مليك المجد نباركك يا مليك المجد ربنا وولينا إلى الأبد قادر تفعت رأسا على الجميع لك يا رب القوة والسلطان والسلطان يسوع نرفع اسمك عاليا I'll be.
نشكرك لأجل دمك المسفوك لأجلنا. خلينا نقعد في أماكننا وخلينا ناخد اللحظات دي. كل اتنين فينا قدم للرب النهاردة امتنان، قدم له ذبيحة شكر، قدم له ذبيحة تسبيح، شكره على عمله على الصليب لأجلك اللي فيه أعلن محبة فائقة. السبب النهاردة احنا قادرين ندخل إلى قدس الأقداس بثقة، نجد نعمة، نجد عونا في حينه. هاليلويا هاليلويا هاليلويا، لأنه الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ هاليلويا، لأنه من سيفصلنا عن محبة الآب لنا؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ لا شيء يفصلنا، لأنه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هاليلويا الحمل المذبوح الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكعنا لله له المجد والسلطان إلى أبد.
فكل اسم وسيادتي أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء فوق كل قوة ورياسة فوق كل اسم وسيادة أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء للأبد أنت ممجد للأبد أنت مرتفع نسجد أمامك نخضع لشخصك ليك وحدك كل المجد كل الكرامة كل البركة كل السلطان
نكمل وقتنا ده نحن نعبد الرب بجمع عطايانا. حافظي ولا ينام سيدي أعطى لنا سلامه وخالقي لم ينسني وفي كل الظروف لي سلام سلامه عجيب يبقى على الدوام مهما كانت تجربتي لا تحيد عيني عن يسوع وقلبي لن يروح تحيط بذراع القدير والنصير يبعد كل شر Thank you.
السلام لسلام نبعه شخص الحبيب في ضيقي لي سلام وفي رحبي سلام لسلام أن سيدي قريب. في قلبي سلام وفي فكري سلام. أمين. نتمتع بحضور ربنا في وسطينا وبسلامه اللي بيديه لنا، ونفسي كل اتنين مع بعض جنب بعض كده يشكر ربنا لأجل السلام اللي بيديه لنا. ولو عندك شوية اضطراب كده صلي مع اللي جنبك وقول له أنا عايز أتشجع وعايز أروح النهاردة وأنا مليان بالسلام. قلبي يبقى فيه سلام، فكري يبقى فيه سلام. يا رب أنا بشكرك لأجل سلام الله الذي يفوق كل عقل، بيملأ قلبنا وأفكارنا وقلوبنا وعقولنا. يا رب أنا بشكرك لأنك أنت عايز نعيش في سلام، في وسط الغلاء يكون في سلام، في وسط الاضطرابات يكون في سلام، في وسط المشاكل اللي نمر بيها يكون في سلام. يا رب تعالى املانا يا رب بالسلام. يا رب أنا نفسي كل حد فينا النهاردة ما يروحش إلا ما يكون قلبه وفكره وذهنه مليان بالسلام. بصدق يا رب انك تعمل فينا كده، وبنمتلك السلام ده من عندك في اسم المسيح. امين امين. ده ثالث لقاء لينا السنه دي، وهنكمل السلسله اللي لجنه البرنامج طلبت ان احنا نتكلم فيها، السماوات المفتوحه. اسمحوا لي نوقف مع بعض واحنا بنقرا اجزاء متفرقه من كلمه الله. هقرأ من سفر أشعياء أصحاح 64، وبعدين هقرأ من العهد الجديد من إنجيل متى ومرقس ويوحنا. أشعياء 64 من عدد 1 بيقول: ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك، تتزلزل الجبال كما تشعل النار الهشيم، وتجعل النار المياه تغلي، لتعرف أعدائك اسمك، لترتعد الأمم من حضرتك. أقرأ من إنجيل متى أصحاح 3 ومن عدد 16، متى 3:16، الجزء اللي كلنا عارفينه وحافظينه، بس أحب أقف عند الآيات دي نقراها باهتمام شديد. هقرأ من عدد 13: حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أتعمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. أقرأ كمان من إنجيل مرقس أصحاح 1، نفس المشهد، بس مرقس بيستخدم كلمة مختلفة شوية عن كلمة السماوات المفتوحة. في مرقس أصح 1 وعدد من عدد 10 بيقول: وللوقت وهو صاعد من الماء وقت المعمودية رأى السماوات قد انشقت، رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا عليه. آخر شاهد أقرأ من إنجيل يوحنا أصح 1 وعدد 51، برضو الكلمات اللي قالها المسيح، أول كلمات نطق بها للتلاميذ قبل حتى الموعظة على الجبل. في إنجيل يوحنا أصحاح 1 ومن عدد 51، في حواره مع نثنائيل، وبعد ما اتكلم مع نثنائيل، وهقرأ من عدد 47: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه: هو ده إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التين رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم أنت ابن الله،
أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له: هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق أقول لكم. كان بيكلم نسنائيل والتلاميذ موجودين، فهو بيوجه حواره لنسنائيل والتلاميذ كلهم موجودين. وقال له: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. وانت واقف كده قول له: يا رب كلمني الليلة دي، كلمنا يا رب. النهاردة جايين في محضرك نلتف من حولك نقول لك: كلمنا وعلمنا وفهمنا وغيرنا ومتعنا بالسماوات المفتوحة رب. افتح عيون أذهاننا الليلة دي يا رب. بصلي يا رب انك النهاردة تستأثر كل فكر إلى طاعة المسيح يا رب. بصلي النهاردة لا يفقد أحد من وسطنا، لكن النهاردة رب أصلي لكلمات العظة تمتلئ بكلمات العلم وكلمات النبوة. أصلي النهاردة إن كلامك يخترق قلوبنا وعقولنا يا رب. إيدك بالبركة على شعبك الواقف قدامك يا رب، والمشاهدين اللي في البيوت. احسن إلينا الليلة دي يا رب، لكل المجد. أمين. اتفضلوا استريحوا. الموضوع الأساسي اللي هنتكلم فيه النهاردة عن السماوات المفتوحة، وأعتقد رأس السنة القسيس سامح اتكلم عن الموضوع ده، ويوم الجمعة اللي فاتت اتكلم عن الموضوع ده وشرح فكرة السماوات المفتوحة. والنهاردة أنا هتكلم على بعد جديد في السماوات المفتوحة. الصلاة اللي كانت مالية قلب مؤمني العهد القديم وعبر عنها أشعياء في أشعياء 64، الصلاة والصرخة اللي كانت في قلبه: ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك، يا ريتك تفتح السماء وتشقها. ودي الكلمة اللي استخدمها مرقس، إنه انشقت السماوات أو انشقت السماء، يا ريتك تفتح السماء وتنزل، عشان نزولك بيعمل تغيير. عشان السماء لما بتتفتح بتأتي بحضور الله للأرض اللي بيزلزل. وده كان المشهد اللي متعودين عليه في العهد القديم، ان حضور الله مرتبط بزلزال، حضور الله مرتبط بتغيير، حضور الله مرتبط بظواهر كتيرة. وكانت أمنية المؤمنين بتوع العهد القديم ان السماء تنفتح. والصلاة اللي صلاها أشعياء اتحققت بعد أكتر من 700 سنة. بس ما كانتش أمنية بقى، ما كانتش صلاة مرات السماء تفتح. يعني لما تقرأ في العهد القديم ما تقراش إن السماء انفتحت، تقرأ إنه إن أغلقت السماء مثلا. ربنا كان يتكلم عن السماء المغلقة ويتكلم على البركات ويتكلم على اللعنات. لكن مرة واحدة العهد القديم يتكلم إن السماء انفتحت لحسقيال في حسقيال 1:1، وشاف رؤى الله، ودي هنتكلم عنها بعد شوية. لكن ما تلاقيش في العهد القديم فكرة السماوات المفتوحة، لكن كانوا يتمنوا، ودي اللي عبر عنها أشعياء، إن السماء تتفتح وأن الله يعلن حضوره في الأرض. وكانت الاستعارة المكنية والصورة اللي بيستخدمها أشعياء إنه في حضور الله بيحصل زلزال، ودي الحقيقة. السماء المفتوحة تأتي بحضور الله اللي يعمل زلزال روحي. العهد القديم كانوا بيصلوا: ليتك تشق السماوات. احنا مش محتاجين نصلي الصلاة دي تاني. الصلاة دي احنا مش محتاجين، حتى ترنيمة شق السماء وانزل إلينا، يا جماعة هو شق السماء من أكتر من 2000 سنة، هو فتح السماء من أكتر من 2000 سنة. السماوات مفتوحة، أنا وإنت محتاجين نعيش في السماوات المفتوحة. الكنيسة الأولى عاشت السماوات المفتوحة، شافت الزلزال الروحي وشافت الزلزال الاجتماعي وشافت الزلزال النفسي، شافت الزلزال المادي، شافت زلزال بسبب السماء المفتوحة. بس النهاردة أنا وإنت مش قادرين نعيش تحت السماوات المفتوحة، مع إنه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ينطبق عليه الكلمات دي. نحن نعيش في عصر السماوات المفتوحة، منذ أن تعمد المسيح، منذ أن أعلن المسيح للتلاميذ والنثنائيل: من الآن، من هذه اللحظة ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان. على طول لما تسمع الكلمات دي تتذكر المشهد بتاع يعقوب والرؤية بتاعت يعقوب اللي شافها في البرية، في وسط برية صعبة جدا، وشاف سلم بيربط بين السماء والأرض، وشاف ملائكة الله صاعدة ونازلة. عارفين مين السلم ده في العهد الجديد؟ هو يسوع. هو يسوع قال هتشوفوا الملائكة نازلة طالعة ونازلة على مين؟ على ابن الإنسان. نفس المشهد المادي اللي شافه يعقوب
في العهد القديم. وأنا هتكلم معاكم النهاردة عن ماذا تعني السماوات المفتوحة. يعني إيه السماوات المفتوحة؟ وما هي بركات السماوات المفتوحة؟ وكيف نعيش ونختبر هذه السماوات المفتوحة؟ ثلاث نقط بسرعة النهاردة عشان نفسي ناخد وقت نصلي أكتر النهاردة عشان نختبر هذه السماوات المفتوحة. في يوحنا واحد المسيح قال الحقيقة دي من الآن، يعني من الآن، يعني من دلوقتي، يعني منذ أن كان المسيح ينطق بهذه الكلمات السماء كانت مفتوحة، كانت مفتوحة على مصراعيها. يعني إيه أعيش السماوات المفتوحة؟ يعني أعيش في ظل هذا السلم، يعني أعيش في ظل المسيح، يعني أعيش تحت قيادة المسيح، يعني أعيش ممسك بالمسيح، أمسكه ولا أرخيه، لأن ده السلم اللي بيربط بين السماء والأرض. يا جماعة بعد سقوط آدم وطرد آدم من الجنة كأن السماء أغلقت في وجه الإنسان، وكانت تعاملات الله مع الإنسان مجرد ظهورات إلهية، يظهر مرة في سحاب، يظهر مرة على كرسي تابوت العهد الموسى، يظهر في صوت هبوب ريح خفيف لإيليا كده، لكن السماء كأنها مغلقة في وجه الإنسان. لكن منذ أن أتى المسيح فتح السماء وربط السماء بالأرض ليأتي ما في السماء على الأرض، لنختبر جميعنا بلا استثناء لكل من هم في المسيح حياة السماء في الأرض. يعني إيه نعيش في السماوات المفتوحة؟ يعني نعيش اللي في السماء على الأرض، كما في السماء كذلك على الأرض. مين اللي يقدر يحقق اللي في السماء ويجيبه على الأرض؟ واحد بس، واحد بس. السماء ممكن تغلق مرة تاني؟ لا، السماء لن تغلق، منذ أن فتحت السماء لم تغلق ولن تغلق. كلمة عشان كده أنا قصدت أقرأ الجزء بتاع مرقس، قال انشقت، متى قال انفتحت، ونفس كلمة انشقت دي هي نفس الكلمة اليونانية العبرية اللي استخدمها أشعياء ليتك تشق السماوات، وهي نفس الكلمة اللي استخدمها لوقا لما قال إن الحجاب انشق. الباب المفتوح ينفع يتقفل، لكن الحاجة اللي بتتشق اتنين مينفعش أقفلها تاني. فالسماء مفتوحة، السماء مفتوحة، بس أنا وإنت مش مختبرين حياة السماء على الأرض، مش مختبرين اللي فوق على الأرض، مش قادر أختبر اللي في قلب ربنا ليا. السماوات المفتوحة. يعقوب 1:17 كده بيقول إن كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. عارفين إيه اللي في السماء؟ السماء اللي في السماء عنده كل عطية صالحة، ما عندهش حاجة وحشة، اللي في السماء مش وحش. عشان تعيش زمن السماوات المفتوحة وتعيش تحت السماوات المفتوحة ستختبر كل عطية صالحة وموهبة تامة، لأنها جاية من فوق، نازلة من فوق من عند أبي الأنوار اللي ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. ففي بركات روحية وفي بركات مادية وفي حرية لأولاد الله عندما يعيشون تحت السماوات المفتوحة. يعني إيه نعيش تحت السماوات المفتوحة؟ أن نختبر كل عطية صالحة وموهبة تامة جاية من السماء على الأرض، أن نختبر حياة السماء هنا على الأرض. السماوات المفتوحة، الحاجات اللي كانت مستخبية فوق، كنوز السماء، السماء اتفتحت. تعبيرات كتير استخدمها العهد القديم وهو بيتكلم للشعب ان ربنا عايز يفتح السماء وكأن السماء مقفولة، بيقول ان كنت لأفتح قوى السماوات، كنت لأعطيكم كنز السماء. كأنه في حاجات جميلة قوي هنشوفها بعد شوية، بركات كتيرة جدا ربنا عايزنا نعيشها ونختبرها ونلمسها ونتذوقها ونبرهن ان السماء وان الحياة الروحية حياة حقيقية، وان العيشة مع الله تختلف عن العيشة بعيدا عن الله. هقول ثلاث أو أربع بركات بسرعة لبركات السماوات المفتوحة. أول بركة لكل اللي عايشين تحت السماوات المفتوحة هي عطية الروح القدس.
هي عطية الروح القدس اللي بتؤهلك وتمكنك أن تعيش حياة السماء على الأرض، اللي بتؤهلك وتمكنك أن تعيش حياة المسيح بكل أبعادها على الأرض. لما تقرأ في إنجيل متى أصحاح 3 وعدد 16 بيقول: ولما اعتمد المسيح السماء انفتحت ورأى الروح نازل عليه. زمان في العهد القديم الروح القدس كان يأتي ويعود، يجي ويمشي، يجي ويمشي. لكن التعبير اللي استخدمه كمان يوحنا في إنجيله بيقول استقر عليه الروح، استقر عليه الروح. لما انفتحت السماء الروح القدس ما بقاش بيجي ظهورات، يجي في مواقف ويروح، لا 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 لا، بقى الروح القدس مستقر في المؤمنين، بقى ساكن ومالئ المؤمنين. وبدون الروح القدس مش هتقدر تختبر ما هي السماوات المفتوحة. أول بركة إن السماء اتفتحت أتت بالروح القدس اللي بيمكنك إنك تعيش الحياة كما ينبغي أن تعاش. كتير عندهم ناس اختفت من حياتهم بسبب الموت أو بسبب المرض أيا كان، عايشين مش متعزيين. لو أنت عايش تحت السماوات المفتوحة ستختبر عمل الروح القدس في التعزية في وقت الفقدان، هتختبر الروح القدس، روح القوة والمحبة والنصح. القوة الروح القدس اللي يأتي بإمكانيات الله لحياتك وأنت تعيش على هذه الأرض. أنت تختبر السماوات المفتوحة بعمل الروح القدس. الروح القدس واحدة من نتائج السماوات المفتوحة أن الروح القدس أتى مش بس على المسيح. فاكرين بطرس في أعمال الرسل أصحاح 2 وهو بيوعظ وبيستشهد بيوئيل، وقال لهم كده أنه قال في يوئيل أني أسكب في آخر الأيام أسكب روحي على كل بشر. فالعطية دي ليه في آخر الأيام؟ لما السماء اتفتحت الله سكب روحه، ولما السماء اتفتحت برضو في أعمال 2 يوم 50 حصل إيه للجميع؟ امتلأ الجميع من الروح القدس. إنك تعيش تحت السماوات المفتوحة إنك تعيش بقيادة وإرشاد الروح القدس، وده اللي الكنيسة الأولى عاشته. الكنيسة الأولى جماعة عاشت السماوات المفتوحة بسبب قيادة الروح القدس. وأنا وإنت عشان نقدر نعيش مش هتقدر تعيش الحياة الروحية بدون الروح القدس. لا تختبر قوة الله وحتى المحبة الإلهية، المحبة الحقيقية اللي تتغلغل جواك مش بتيجي في تعزية مع التسبيح، ولو ان التسبيح مهم وبيعزينا وبيفرحنا. الروح القدس بيجيب كل يوم من قلبه لقلبك. بولس يقول المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، وكأن الروح القدس وانا عايش تحت السماوات المفتوحة كل يوم يجيب من نبع الحب من نهر الحب ويسكب في قلبي، فحب ربنا وحب الناس وحب أعدائي. ما يبقاش أحب أعدائكم، كلام بعيد قوي يا أسيس. الواحد قادر يحب اللي معاه في الشغل عشان يحب أعدائه، ولا قادر يحب اللي معاه في البيت؟ لا، لما هتعيش السماوات المفتوحة وتصدق إنك تحت الغطاء بتاع السماوات المفتوحة وتمتلئ بالروح القدس وتعطي القيادة للروح القدس، هتعرف تحب وتعرف تغفر ويبقى عندك المواهب الروحية اللي تكرم بيها ربنا وتخدم بيها ربنا. هتعرف يبقى عندك حكمة الروح وانت بتتعامل مع مراتك ومع عيالك وفي الشغل وفي الخدمة وفي المجموعة، هتبقى مقاد بالروح القدس. يا جماعة الروح القدس بقى موضوع بنوعظه يوم 50 او كل ما تجينا كده الحالة نوعظ عن الروح القدس. بس الروح القدس ده الرب الروح كل يوم وكل لحظة وكل دقيقة. لا نستطيع أن نعيش بدون الروح القدس. لو عشنا بدون الروح القدس أنت تخرج برا دائرة السماوات المفتوحة. يعني إيه تحت دائرة السماوات المفتوحة؟ أنت تعيش تحت قيادة الروح القدس وبقوة الروح القدس وبإمكانيات الروح القدس. المسيح مش موجود في الكنيسة بالجسد، لكن الروح القدس اللي موجود. احنا مرات الروح القدس بقت وعظة بالنسبة لنا، مش حياة، مش حياة.
أول بركة أتت بها السماء التي فتحها المسيح، الروح القدس. الروح القدس، قول لنفسك كده، أنا محتاج أختبر بركة الامتلاء بالروح القدس. ما تقوليش أنت عايش تحت السماوات المفتوحة وتدخل إلى حضرة الله وتخرج وأنت غير ممتلئ بالروح القدس. لما شق الحجاب أصبح لنا الحق الدخول إلى الأقداس طريقا حيا كرسه لنا. بتدخل وبتخرج ولا تمتلئ بالروح القدس؟ عندي علامة استفهام كبيرة أوي. الطريق اتفتح، وكل ما تدخل محضر الله هتمتلئ بروح الله. بركة تانية، بركات السماوات المفتوحة، برضو حاجة ما بنتكلمش عنها ويمكن ما بنصدقهاش ويمكن ما بنؤمنش بيها قوي، الرؤى والأحلام. الكنيسة الأولى اختبرت يعني إيه السماوات المفتوحة، كانت مليانة بالرؤى والأحلام، لأن السماوات انفتحت فرؤى الله، رؤى القدير أصبحت متاحة عشان السماوات بقت مفتوحة. افتح معايا أعمال 10، واحدة من الرؤى الموجودة، في رؤى كتير موجودة في الكتاب، بس خلونا نفتح أعمال 10، رؤية بطرس. بطرس كان مسافر وصعد على السطح وراح البيت ليصلي، من عدد 9. ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة 6. والناس اللي جايين من عند كرينيوليوس قربوا منه، فجاعة، تحكوش عليا متعلسم أعمل إيه طيب، فجاعة كثيرا واشتهى أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقعت عليه غيبة فرأى السماوات مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش وزعفات وطيور السماء، وصار إليه صوت: قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس: كلا يا رب، لأني لم أكل قط شيئا دنسا أو نجسا. وبقية القصة أنتوا عارفينها. بطرس كان بيصلي، ودي هنتكلم عنها في الآخر، هنتكلم عن الصلاة في الآخر. وهو بيصلي شاف رؤية السماء مفتوحة ونزل له ملاية فيها كل ما طاب ولز من وحوش وزعفات وطيور. ربنا بيتكلم بالرؤى والأحلام. بطرس كان فاهم غلط، كان فاهم إن الدعوة وإن الوعد لليهود، وربنا عايز يفهمه: يا بطرس اللي أنت فاهمه صح، هو مش صح، الدعوة للأمم أيضا والوعد للأمم أيضا، اللي ربنا قدسه ما تنجسوش. من بركة من بركات السماوات المفتوحة أنك ترى رؤى الله، أنك ترى رؤى وأحلام ربنا يكلمك فيها، وربنا يصلح لك مفاهيم كتيرة غلط في حياتك. مرات كتيرة بنبقى عايزين إرشاد ومش عارفين نعمل كده ولا نعمل كده، نروح هنا ناخد القرار ده ولا ما ناخدش القرار ده. اللي عايش تحت السماوات المفتوحة مرات يشوف رؤية، مرات يشوف حلم، وربنا يكلمه. لما انفتحت السماء بقينا قادرين نشوف رؤى القدير، وده اللي قاله حسقيال في حسقيال 1:1. وهو بيقول يوم مهم جدا في حياته، ويمكن دي المره الوحيده اللي الكتاب قال عنها ان السماء اتفتحت. بيقول: وكان في 1، كان في سنه 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، يعني كان 5/4 سنه 30. الروح القدس قصد يكتب التاريخ ده، أصله يوم مميز في حياة حسقيال. وأنا بين المسبيين في وقت صعب قوي عند نهر خبور أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. لما السماوات بتنفتح بنقدر نشوف رؤى الله، بنقدر نشوف اللي ربنا عايز يوريه لنا، بنقدر نشوف اللي ربنا عايزك تعمله وتتحرك فيه.
ثلاثة بركة ثالثة. بأول بركة أنك تعيش تحت السماوات المفتوحة، أنك تعيش ممتلئ بالروح القدس، أنك ترى رؤى القدير ورؤى وأحلام ربنا يكلمك فيها. لكن حاجة تانية، تستمتع بخدمة الملائكة. نفسي مرة لجنة البرنامج ناخد موضوع دراسات عن الملائكة. جميل، خدمة الملائكة في الكتاب المقدس. كم الشواهد اللي بتتكلم عن الملائكة اللي نزلت، لأن السماء مفتوحة، خيالي في الكتاب المقدس. يعني لو بس درست في أعمال الرسل هتلاقي مشاهد كثيرة جدا، ملائكة عمالة، يعني قبل مجيء، قبل ولادة المسيح مباشرة، كأنه السماء عايزة تدي إشارة إن خدمة الملائكة هتبدأ. فجت البشارة عن طريق جبرائيل للعذراء القديسة مريم، وبعدها الملاك يظهر ليوسف، وبعدها الملائكة تظهر للرعاة، وبعدها للمجوس، كأنه بيدي إيه؟ بيمهد الأرض. بقى لما جه المسيح وتعمد واتفتحت السماء، الملائكة إيه بقى؟ عمالة تخدم في الناس، طلعة ونزلة، طلعة ونزلة، طلعة ونزلة. يعني في ناس كده، في ناس دايما بقول، مش هقول اسمائهم يعني، بس في ناس دايما كده لما بركب معاها العربية ببقى مرعوب شوية، يعني ببقى قاعد جنبها، يعني وهما بيكلموني يبصوا لي كده، مش باصين للطريق، او يبصوا كده، او لو حد بيكلمهم ورا يبصوا كده، وابقى انا عايز انزل في الدواسة، بس جوايا جوايا بقول للشخص ده، انت استهلكت الملائكة، انت اكتر احنا عايزين ملاك يخدمنا، انت ماشي معاك جيوش. ما هو اصل ده ربنا حافظه ازاي؟ ما اعرفش بجد، دي ملائكة. فالملائكة شغالة، لما السماء فتحت خدمة الملائكة بقت على أشدها. أحبائي، العالم الروحي حقيقي، حتى وإن كنا لا نرى الملائكة، لكن الملائكة حقيقة، والعالم الروحي حقيقي. أعمال 5:19، لما يعني الكنيسة ابتدت تخدم والرسل ابتدوا يخدموا ويطلعوا للخدمة، بص يقول إن اليهود اختصوا عليهم جداً، وابتدوا يقبضوا عليهم ويلقوا القبض عليهم. عدد 17 بيقول: فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه والذين هم شيعة الصديقيين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل، قبضوا على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. السماء مفتوحة، لما هتبقى في زنقة في ملايكة هتجيلك. وأنا أؤمن أن في ملايكة جات لي في مواقف كنت هقع فيها في الحفرة وعدتني من الحفرة، كنت هلبس في الحيط وقالت لي لا دي حيط، مشيتني كده. في ملايكة لما السماء انفتحت شفنا خدمة الملائكة بصورة ظاهرة وواضحة. في أعمال 12 كنيسة تصلي بلجاجة من أجل بطرس. يعقوب اتقتل، أخو يوحنا، وبطرس المفروض يحصل فيه اللي حصل فيه يعقوب، والكنيسة بتصلي. يحصل إيه؟ يجي ملاك يروح لبطرس يضربه في جنبه، قوم بقى عشان نخرجك. الملائكة حقيقة حتى وإن كنا لا نراها. السماء لما اتفتحت جيوش من الملائكة صاعدة ونازلة بتتحرك حوالينا ومعانا. أنا بقى نفسي بجد، يعني أنا لو في كنيسة رسولية كانوا يقولوا هللويا والملائكة اتزغرت معانا بجد. دي وانت سمعت الملائكة بترنم قبل كده صح؟ وصوتها وحش صح؟ معقولة؟ في بيت الصلاة سمعوا أصوات الملائكة بتصلي. الملائكة حقيقة يا جماعة، مش بس معانا، لا، دي بترسل من الله زي ما قال كاتب العبرانيين، إنها أرواح مرسلة لخدمتنا، لخدمتنا. دي بركات السماء المفتوحة، إن في ملائكة. ما تخافش لما هتيجي في خطر وانت مش شايف، هتلاقي بعت لك ملائكة 2-3 جيش من الملائكة يحوط حواليك، مش هيسيبك. في أعمال ثمانية ملاك تاني يروح لفيلبس، عدد 26، ويكلمه
ثم أن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم اذهب ونحو الجنوب إلى الطريق المنحدر. في مرات مش واخدين بالنا هتلاقي ربنا يبعت لك ملاك يتكلم إليك سواء بصوت مسموع أو من خلال الكلمة أو من خلال هاخد رسالة يجيبها لك، هيجيب لك رسالة. وفي وقت الخطر في ملائكة بتشجع، تخيل. فاكرين بولس في أعمال 27 والسفينة نوء شديدة ورياح شديدة والدنيا مقلوبة، قال لهم أنه ملاك الرب وقف به هذه الليلة، بعت ملاك يطمنه. فالسماوات المفتوحة خدمة الملائكة مفعلة فيها للي عايش. السماوات المفتوحة اللي عايش في حضوره، اللي ماسك فيه، اللي مرتبط بيه، يختبر البركات دي. أجل البركة اللي ناس كتيرة بقى مستنيها، وخصوصا الأيام دي، البركة المادية. السماء مليئة بالبركات. احنا دايما بنوعز على البركات الروحية، ده حقيقي، والعهد الجديد هو عهد البركات الروحية. لكن هل هناك بركات مادية أتت لما فتحت السماء؟ بالرب اتكلم في العهد القديم كتير. يعني العهد القديم كانت البركة مادية، لكن كان لما بيتكلم عن البركة المادية بيربطها بالسماء المفتوحة، ما كانش بيربطها بحاجات على الأرض. كان بيقول إن السماء فيها كنز، كان بيقول أفتح قوى السماء. يعني أرى لكم بعض الشواهد، مثلا مزمور 78 اللي عمله مع شعبه في القديم في البرية، بيوصف المشهد ده في عدد 23 إزاي الرب بيطعم. بيقول فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات، يعني فتح كل أبواب السماء. خلي بالكم من التعبيرات اللي الكتاب بيستخدمها. فربط البركة المادية اللي بيديها لهم من خلال السماوات المفتوحة. وأمطر عليهم منا للأكل، وبر السماء أعطاهم، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع. فتح مصاريع، أبواب، شبابيك السماء وأطعمهم. مع أنها برية، مع أنه مجاعة، مع أنه بس السماء لما بتتفتح مش مهم إيه عينيك شايفاه على الأرض، هتختبر البركة المادية. حبائي ربنا خزائنه ملقانا. مزمور 34 بيقول كده، الأجبال احتاجت وجاعت. وكلمة الأجبال دي، عارفين مين هو الشبل؟ ابن الأسد. ومين هو الأسد؟ ملك الغابة، اللي يقدر ينهش الأكل من إيد أي حيوان تاني، صح؟ الأجبال احتاجت وجاعت. أما طالبوا الرب، اللي مسكين في ربنا، اللي بيكلموا ربنا، اللي مسكين في السلم ده، لا يعوزهم شيء من الخير. السماء فتحت، أتى الروح القدس، أتت الرؤى والأحلام، خدمت الملائكة الإنسان، سدد الله احتياج أولاده. المشكلة احنا مش بنختبر البركات دي. المشكلة ان ده كلام حلو بنقوله في الوعظ، لكن انا اتمتع ببركة الامتلاء بالروح القدس وارشاد وتعزية وفرح وقيادة الروح القدس غايب في حياتي، انا مش مختبره. هقول لك ليه، هقول لك ثلاث حاجات بسرعة. أنا مش مختبر البركة المادية، أنا مش مدرك خدمة الملائكة ليا، أنا مش بشوف رؤى ولا أحلام. السماء اللي اتفتحت جابت الحاجات دي، ليه أنا مش قادر أختبرها؟ أقول لك ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إنك ترجع تمسك في القدير. هو قال لهم كده، من الآن ترون ملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان. السماء انفتحت والملائكة طالعة ونازلة، طالعة ونازلة. المشهد ده بيصوره
أخبار الأيام الثاني أصحاح 7، وبيقول مشهد حلو عن السماء اللي مقفولة والسماء اللي مفتوحة، وإزاي نختبر السماوات المفتوحة في حياتنا. تعرفين سليمان لما دشن الهيكل وصلى صلاة جميلة جدا والرب سمع الصلاة واستجاب الصلاة، فعدد 12 من أخبار الأيام الثاني أصحاح 7 بيقول كده: وترأى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لبيت ذبيحة. إن أغلقت السماء، احنا قلنا إن العهد القديم بركات مادية، بس إيه مؤشرات وعلامات إن السماء مقفولة ولم يكن مطر؟ وأن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وأن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. مصل كتير خدوا الخلاص وخدوا الإيمان وعاشوا كده زي شعب الله، اسمهم شعب الله، بس عاشوا في الخطية وعاشوا في البعد، فالسماء بالنسبة لهم لما بيصلوا مغلقة مقفولة. فبيقولوا إن السماء كانت مغلقة، إن أغلقت السماء بسبب خطية الشعب وما شفناش البركة ولا التحديات ولا الإمكانيات الإلهية اللي ربنا عايز يسكبها على شعبه الروحية والمادية، إن السماء كانت مغلقة وبتصلي وصلواتك بتخبط في السقف. اعرف السبب. إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم ورجعوا عن طرقهم الرضية، دوروا على البركة خارج المسيح، دوروا على البركة الروحية والمادية في أمور وأشياء ملهاش دعوة بعمل الروح القدس في حياة الكنيسة. لما ما تختبرش العطايا الصالحة والمواهب بتاعت الروح القدس، لما ما تختبرش البركة والخير، لما ما تشوفش ربنا عايز إيه منك في حياتك، السماء مقفولة، اعرف إن فيه طريق رضي الرب عايزك ترجع عنه. إذا تواضع شعبي ورجع عن الطريق الرضي، صلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية، فإني أسمع من السماء، وافتح السماء بقى، أفتح السماء وأبرئ، أغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. لو حاسس إن السماء مقفولة، راجع حياتك وعلاقتك بربنا، راجعها. لو مفيش مطر روحي في حياتك، مفيش اختبارات روحية في حياتك، مفيش استجابة لصلوات خالص في حياتك، راجع. عشان هو قال له كده، قال له إن أغلقت السماء أنا مش قادر أسمع بسبب خطية الشعب. لكن لو الشعب راجع نفسه وطلبني، ما طلبش عطاياي، ما طلبش اللي عندي، طلبني أنا، ورجع عن الطرق اللي مشوا فيها واعتمدوا على آلهة أخرى. على فكرة كلنا بنعتمد على آلهة أخرى. أنا هسمع من السماء. يعني إيه هسمع من السماء؟ هفتح السماء، هغفر الخطية، وآتي بالمطر المبكر والمتأخر. عايز تختبر سماوات مفتوحة فوقيك؟ عايز تعيش تحت السماوات المفتوحة؟ ارجع عن الطرق الرضية واطلب الرب بكل قلبك، هيفيض عليك. 2، هو فتح السماء، فتح السماء، يعني السماء مش مقفولة؟ لا، السماء مش مقفولة. طب لما السماء مش مقفولة، فين البركة وفين الخير؟ أصل ده إنك أنت تختبر السماوات المفتوحة متوقف عليك، متوقف عليك إنك ترجع عن الطرق الرضية. لكن الحاجة التانية إنك تطيع ربنا، تعيش حياة الطاعة. بص في ملاخي 3:8 قول: أيسلب الإنسان الله فأنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة؟ قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليكون في بيت طعام وجربوني بهذا،
قال رب الجنود إن كنت لأفتح لكم قوى السماوات، الشبابيك، الويندوز كلها، البيبان كلها بتاعت السماء، وأفيد عليكم بركة حتى لا توسع، وأنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعكر لكم القرم في الحقل، قال رب الجنود. إزاي أختبر كنز الله الصالح اللي في السماء؟ ده في شرط هنا، ولهات العشور والتقدمة، وجربوني بهذا، اختبروني بالأمر ده وشوفوا أنا هعمل إيه، هفتح إيه؟ قوة السماوات وأفيد عليكم. إحنا أدينا ماسكة أول الأيام دي، بس إحنا خايفين، ولما بندي بندي من الفضلات. أنا مش بتكلم على الكنيسة والعطاء في الكنيسة، مش دي القضية، عطائك للناس في المجتمع، ناس غلابة، ناس مش لاقية تاكل، ما تخافش على اللي عندك وتتمسك ان اللي عندك هيسدد لك احتياجك. ادي 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 لانك تكرم الله في عطائك، ولما بتدي ربنا بيفتح قوى السماء. بس انا اللي عندي مش مكفيني، ادي، قادر تاكل وتشرب وتبقى موجود في الكنيسة وتتفرج على التلفزيون، ادي، ما ترميش الاكل اللي بيفضل، ما تقولش اصل ما فيهوش لحمة، حطه في علبة، حطه في كيس، حطه في اي حاجة، ودي لحد غلبان، ما ترميش حاجة، ادي كل يوم وانت نازل الصبح. انا معروف عني الاسيس بتاع السميت ايام الثورة، فاكرين؟ اشتري سميتة ولا اتنين ولا تلاتة بخمستاشر جنيه، شوف عسكري غلبان واقف والواحد بيلم الزبالة، ادي 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 ادي، ده وقت العطاء مش وقت الاخذ. يا اسيس ده انا عايز اخد، ادي. بيقول لما تدوا اختبروني بهذا، كنت لا افتح ابواب السماء وشبابيك السماء وافيض ايه عليكم. سفر التثنيه اعتقد اصحاح 28 في ايه كده جميله، عدد 12 سنة 28-12 بيقول كده: يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض، واجعلك الرب رأسا لا ذنبا، وتكون في الارتفاع ولا تكون في الانحطاط. جماعة لما بنطيع كلمة ربنا وبنصدقها وما بنخافش، بنختبر ما في السماء، مش بس بنختبر العطايا الروحية لكن كمان العطايا المادية. بس احنا خايفين، احنا خايفين ندي، هنكمل ازاي؟ ادي، ارجوك ادي ادي وهتشوف. مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. نفسي اعمل حملة كده في الكنيسة، من الأيام الجاية نقف جنب شعبنا، ونقف جنب البلد، ونقف جنب الغلابة، ونقف جنب الناس اللي مش قادرة تاكل وتشرب وبتاكل وجبة واحدة. محتاجين قلبنا يتحرك ناحية الناس، ونفرد إيدينا وندي، ومش بندي عشان ناخد، لا، بندي عشان هو إدانا كتير قوي، إدانا كتير قوي، ويستحق، يستحق إن احنا نطيعه. بلد بتعدي بوقت صعب جدا، وده وقت الكنيسة في النقطة الثالثة اللي هتكلم عنها، بصلاتها تفتح السماء وتأتي بالخير إلى الأرض. تنطبق كلمات تثنية 28، بدل ما نقترض نقرض نقرض. ثلاثة آخر حاجة أقف عندها عشان نصلي، الصلاة تخليك تختبر ما في السماء على الأرض. لما المسيح علم تلاميذه الصلاة قال لهم: متى صليتم؟ فقولوا: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك
على الأرض. الصلاة بتجيب السماء على الأرض. الصلاة بتفتح السماء، بتفتح السماء على الأمم وعلى الشعوب. المسيح في حياته في كل الاستخدامات اللي كانت في حياته كابن الإنسان ارتبطت بالصلاة. كل البركات الروحية وحتى البركات المادية اللي بارك بيها الناس صلى، صلى. حتى الامتلاء بالروح القدس بيقول كده، صلى وامتلأ بالروح القدس. تخيل بعد المعمودية بيقول ولما صلى عند قبر العازر وهو بيعمل معجزة رهيبة، صلى في الخمس خبزات والسمكتين وهو يشبع الجموع بالأمور المادية يأكلهم ويشربهم، نظر إلى فوق إلى السماء وبارك. الصلاة بتأتي بما في السماء على الأرض، تأتي بالآيات، تأتي بالعجائب، تأتي بالمعجزات الروحية والمعجزات المادية، تأتي بالنور، لأن الأرض ضلمة والسماء نور، السماء تنور على الأرض، فالناس عينيها تتفتح ودنها تتفتح وقلوبها يتفتح. فالسماء اللي مليانة خير وكنز، الناس اللي جعانة تشبع، لأن الكنيسة واقفة بتصلي عن أمتها وعن شعبها التعبان المريض المحتاج. الكنيسة لو صلت تأتي السماء على الأرض. مش محتاجين نقول له ليتك تشق السماوات، مش محتاجين نقول له في عدد الترنيمة دي محتاجين نغيره، شق السماء وانزل إلينا. هو شق السماء ونزل، هو فتح السماء. احنا وانا وانت والكنيسة محتاجة تعيش تحت السماوات المفتوحة، تمتلئ بالروح القدس، ترى الرؤى والأحلام، تختبر خدمة الملائكة، تختبر المعجزات المادية إذا عاشت الطاعة لربنا، وإذا رجعت عن طرقها الرضية، وإذا صلت تأتي السماء على الأرض. حياتك تتغير وبيتك يتغير والكنيسة تتغير والبلد تتغير. ربنا مش محتاج وقت عشان يعمل المعجزة كده. الأيام دي مصر بتعدي بوقت صعب جدا اقتصاديا، والأخبار والكلام وكل الحاجات محدش عارف حاجة، فعلا محدش عارف حاجة، في مخرج ولا مفيش مخرج؟ شكلها كده من اللي بنسمعه صعب. بس عايز أقرأ لك، أختم بنبوة ألي شعب الفرج. نبوة ألي شعب الفرج، السماء بتعمل النبوة دي، السماء بتعمل كده. كانت مشكلة ومجاعة وحصار رهيب في السامرة، شعب جعان، فيش حاجة خالص. وقال إليشع في 7:1، وقال إليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب، في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكلتا الشعير بشاقل في باب السامرة، وأن جنديا للملك كان يستند على يده، يعني واحد الملك بيعتمد عليه أو يعني قريب منه. أجاب يا رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع قوة فتحة في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. إليشع بيقول لهم، عارفين إنه كانوا بيأكلوا رأس الحمير، كان 7000 شاق، يعني كانت الدنيا طبعا مش بناكل رأس الحمير، بناكل الحمار نفسه يعني. فالدنيا كانت صعبة جدا جدا، وفي وسط الظروف الصعبة دي واللي ما فيش أي أمل ورا رجاء ولا حاجة تقول إن في حل، رجل الله اللي عاش تحت السماوات المفتوحة، اللي شايف رؤى الله، اللي عارف ما في قلب الله، اللي استعلن لي ما سوف يصنعه الله، قال لهم بكرة غدا كيلة الشعير دي أو الدقيق هتبقى بشاقل. كلام يضحك، بكرة الدولار هيبقى بجنيه، بربع جنيه. لا انا مش بقول كلام من ربنا، انا مش بتنبأ يعني، تفرحوش قوي. انا بحاول اصور الصوره بتاعت إليشع، هو لو وقف على كده نشكر ربنا يعني. بيقولهم كلام مش منطقي، بس انا اعتقد ان إليشع كان شايف وسامع. فالراجل بتاع الملك ده اللي بيخدم عند الملك او الملك بيستند عليه
بيقول له هو ده الرب يعني بيتريق او يعني السماء هتفتح وتنقط علينا؟ تخيل يعملها يفتح السماء وينقط علينا؟ تتخيل دي؟ حصل في نبوة إليشع، حصل. والدقيق عارفين الدقيق بيحصل من القمح اساسا، يعني هو ما فيش قمح، بس حتى لو زرعوا قمح وعلى ما يطحنوه على ما يعني الموضوع هياخد 6-7 شهور. هو بيقولهم غدا، اصل الاله اللي فتح السماوات يغير الازمنه والاوقات. الذي قال فكان، الذي امر فصار. نقدر النهارده نصلي ونقول له قول وامر افتح السماء على البلد، تتفتح على البلد، نشوف الدنيا بتتغير. ده دور الكنيسه يا جماعه. لو ما وقفناش النهارده نصلي هنقف امتى؟ هنقف امتى؟ اسمح لي نقف عشان نصلي. النهارده بصلي من كل قلبي انك تختار تعيش تحت السماوات المفتوحه وتختبر ما هي الحياه تحت السماوات المفتوحه. اختبار رائع انك تعيش تحت السماوات المفتوحه، مقاد بالروح القدس، ترى رؤى القدير، تستمتع بخدمه الملائكه وتستمتع ببركات السماء. بس الموضوع بيتوقف عليك، ارجع عن طرقك الرضية. لو حاسس ان السماء مقفولة فوقيك ارجع. طرق الغير مستقيمة، الاتكال والاعتماد على مصادر اخرى للحياة غير الروح القدس رب الكنيسة. ده وقت نتوب فيه يا جماعة، نرجع نقول له عايزين نعيش تحت السماوات المفتوحة. قال له إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، في مطر في حياتك ولا السماء مقفولة فوقيك معناها مفتوحة؟ شعر إن السماء مقفولة ما فيش مطر، فيش استجابة للصلوات، فيش استخدام، فيش بركة لا روحية ولا نفسية ولا مادية. إن رجعوا عن طرقهم الرضيع وصلوا وطلبوا وجهي هفتح السماء. نفسي نصلي صلاة التوبة دي فعلا، صليها بقلبك. مش تقدر تعاين القدير، وقال كده توبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. شوف ربنا في أعماله في إيديه، تسمع صوته وترى أحلامه ليك ولبيتك ولكنيستك ولبلدك. قلبا نقيا طاهرا اخلق فيا يا الله، وفض بروحك داخلي غدك سبل الحياة. طهرني من خطايا وليكن فكر قلبي
جايين قدامك النهاردة بتوبة حقيقية، جايين نقول لك يا رب خسرنا كتير قوي لما عشنا بعيدا عن السماوات المفتوحة وعشنا في طرقنا الرضية. النهاردة بنقدم توبة يا رب، نقدم توبة، اغسلنا بدمك من كل خطية الآن يا رب. بنتواضع قدامك يا رب، نقول لك محتاجينك، بنستند عليك النهاردة، بنشكرك لأجل السماوات اللي فتحتها لأجلنا وإحنا لم نستفيد بالسماوات المفتوحة. النهاردة جايين نقول لك يا رب نرجع مرة تاني نعيش تحت سماواتك المفتوحة يا رب. ملأنا بالروح القدس. قد فتح السماء لنا يسوع، فتح السماء لنا بالبركات، أمر بعزنا. السماء اتفتحت ومن حقك تعيش تحت السماوات المفتوحة وتتمتع ببركات السماوات المفتوحة. يسوع المسيح بموته فتح لنا الطريق من الأرض إلى السماء، فقد
تصدق ان في ملايكة موجودة بتسبح معانا، تسمع وتحضر صلواتنا الى العلاء. ملائكة صاعدة ونازلة تطلع بصلوات وتأتي بالسجدات. مش كده؟ خلينا كلنا نصلي في الوقت ده بصوت واحد وبصوت مسموع. عايزين النهاردة نصلي لأجل البلد، نطلع صلوات للسماء وتأتي استجابات من سماء البلدنا. أمين. ارفع صوتك بأعلى صوتك، صلي لأجل مصر الأيام دي. قل له يا رب كده تعالى افتح السماء، رب افتح قوة السماء على مصر، افتح قوة السماء على مصر الأيام دي يا رب، لأجل كل محتاج يا رب، لأجل كل محتاج، لأجل كل جعان يا رب في البلد دي. افتح قوى السماء وتعالى بالبركات المادية على هذا الشعب يا رب. هذا الشعب يا رب يقرض ولا يقترض باسم يسوع. تعالى بخيرك يا رب، اصنع أمور يا رب تفوق الخيال، ما لا نستطيع أن نفكر فيه أنت تصنعه. نشكرك لأنك فوق السماوات، أنت عالي، أنت اللي قلت فكان، أنت اللي أمرت فصار. أنت تقدر تحول يا رب كل الظروف دي يا رب كده لأجل خير الأمة والشعب. يا رب أنا بصلي الأيام دي لمصر، أشكرك وأعظمك وباركك لأنك بتحب البلد دي يا رب، وبتحب الشعب ده جدا. أنت اللي قلت مبارك شعب مصر، أنت اللي قلت مبارك شعب مصر. البركة الحقيقية يا رب إن الشعب ده يعرفك، الشعب ده يمسك فيك يا رب، ويدعوك ويصلي إليك يا رب، وتفتح السماء وتأتي باستجابات لكل صلوات السنين يا رب. مبارك شعب مصر، مبارك شعب مصر، تيجي بغناك وتملى بيوت المحروبين وفي ايدك كده على العلم ده وتنبأ، تنبأ تنبأ على مصر، تنبأ. خلي الروح القدس يصلي فيك لأجل مصر، واوعى تتردد، قول كلمات إيمان. اوعى تقول في قلبك ده مستحيل يحصل، صلي صلوات إيمان وتنبأ، تنبأ على البلد. مصر محتاجة الكنيسة تصلي، مصر محتاجة الكنيسة تفتح السماء عليها. صلواتنا نغير التاريخ، نغير الظروف. بيسمع صلاتنا، مش بيسمع بس، بيصنع أمور عظيمة. يسمع ويصنع ويفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. تختبر مصر ويختبر المصريين إن إلهي يملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. Yeah.
قبل ما اختم اقول لكم ان رئيس الجمهورية قال ان ربنا موجود وان البلد دي محتاجة معجزة. مفيش حلول بشرية. حاولوا. كبير البلد قال الحل في ربنا. واعتقد دي رسالة للكنيسة انها تصليها. ان الكنيسة تقدر تأتي بالحلول السماوية للأرض. مش كده نفسي كلنا هنصلي زي زمان كده نصرخ للرب لأجل البلد ولأجل الرئيس الجمهورية ولأجل الحكومة ولأجل الاقتصاديين. رب يدي حكمة ويصحح الطريق والمسار لأجل الشعب الغلبان. خلينا كلنا نصلي في نفس واحد. يا كنيسة سمعي صوتك في العلاء. سمعي صوتك في العلاء واصرخي للرب. حكمة سماوية يا رب الأيام دي للرئيس. حكمة سماوية للرئيس يا رب. اشكرك لأن هو بيقول إنك أنت موجود وإنك مش هتسيبنا. هو قال كده وإحنا الكنيسة جاية تقف وتقول لك إحنا مصدقين إنك موجود ومش هتسيب شعبنا ولا أمتنا يا رب. لكن ستصنع الآيات والعجائب يا رب. افتح طريق للبلد يا رب. افتح طريق للبلد. أفكار من السماء وحكمة من السماء. الحكمة البشرية ودتنا في داهية. إحنا جايين طالبين حكمة السماء الأيام دي يا رب. أشكرك عشان السماء مفتوحة وخزائنك ملقانة وإحنا مصدقين يا رب إن الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. انت وحدك تقدر. انت وحدك تقدر. عدي بالمركب بتاعت البلد يا رب. عدي بالمركب بتاعت البلد وهد الريح والعواصف يا رب. ليك المجد يا رب. ليك المجد. امين. اتفضلوا استريحوا. هنفضل نصلي ونصلي للبلد. بس هنصلي لها مش في الكنيسة بس. لا هنصلي لها في بيوتنا. فأشجع كل حد فينا وكل عيلة فينا لما نروح البيت كل يوم نتفق مع بعض ان احنا نقعد نصلي لأجل البلد. الرب يجي عليها بالبركة وبالسلام. أمين. يعني في خلوتنا الشخصية في عادتنا مع العيلة يوميا يوميا نعمل كده. ربنا يباركنا كلنا مع بعض. خلينا واحنا بنختم الاجتماع نصلي لأجل طلبات الصلاة والبركة الرسولية من جناب القسيس عاطف. خلونا كلنا نقف لخدام الاجتماع. ربنا نروح من كل القلب وعندنا نمجدك لأن كلمة حية ملأت قلوبنا بيها بالرجاء. يا رب نرفع عيوننا إلى السماء ونتوقع منك يا رب تدخلات إلهية تمجد اسمك في وسطنا. ها نحن نقدم يا رب بين إيديك هذه الطلبات التي نعرف أنت يا رب مربوط كل واحدة فيهم. نسألك في اسم المسيح يا رب إنك تردد يمين الشفاء لكل من يطلب شفاء. يا رب أن تزور كل بيت يا رب يسوع يعاني وكل يا رب أزمة نفسية موجودة في قلب يائس يطلب تدخلك. يا رب مجد اسمك باستجابات صلاه قويه واضحه. يا رب صلي لاجل هذه الكنيسه وخدمتها وعبيدك يا رب خدامها كل واحد في موقعه وعبدك راعيها. يا رب املا انت الجميع بالروح القدس واعطينا يا رب دائما ان نكون شهود امناء. واسمعنا يا رب حينما ندعوك بشكر قائلين ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد من الان والى الابد امين. ونعمه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب وشركه الروح القدس تكون فينا ومعنا من الان والى الابد امين.